حبوب الجبهة عندنا نوعين، في شكل الحبوب اللي بيظهر عندنا تحت الجلد وما بيكونش ليه راس ودي حبوب بكتيرية، وفي شكل تاني اللي هو الفسفيس اللي بيكون ليها راس ودي حبوب فطرية. الاتنين علاجهم سهل واقتصادي ومش هياخد اكتر من 3 ايام، ولكن مختلف. لو بيطلع عندي الفسفيس او الحبوب الفطرية فليه علاجها حاجة من اتنين، دايما ان انا بجيب شامبو اسمه نزرال او نيزابيكس بحطه على جزئية الجبهة 5 دقايق يوميا، وبعد كده بغسله زي ما انا بستخدم الغسول بالظبط، او ان انا اجيب صابونة اسمها فونجي كير واغسل بيها بشرتي بالكامل واسيبها دقيقة وبعد كده بغسلها. بكرر الخطوة دي مرتين في اليوم 3 ايام وبنلاقي الحبوب اختفت تماما، ولكن الصابونة دي لازم نرطب البشرة كويس بعدها. النوع التاني من الحبوب وهو الحبوب تحت الجلد، ودي بتكون مرحلة من مراحل تكون الحبوب سببها الافرازات الدهنية الزيادة والمسام المقفولة. بستخدم لها حاجة من اتنين، لو انا بشرتي حساسة شوية مش بتستحمل بجيب كريم اسمه كليندا جرام، لو انا بشرتي بتستحمل عادي المؤشرات القوية بجيب كريم اسمه اكني اكت، لده لده، والاتنين طريقة استخدامهم واحدة. بجيب اي قطن بتاع ودان عندي واحط طرفه الكريم اللي احنا قلنا عليه ده او ده، كمية بسيطة جدا قد كده نص حباية الحمص، وابدأ ان انا انقط بيه على الحبوب بشكل موضعي، بسيبه ربع ساعة لتلت ساعة وبعد كده بشطفه. بكرر الخطوة دي مساء يوميا، هتلاقيها كام يوم اختفت عندك تماما. اهم حاجة ان الكريمات دي مش مناسبة للحوامل او المرضعات، وبس كده.